أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من الكريزي تاكسي، وحلقة دي خطيبتي ما تضايقهاش. نور الدنيا يا مان حبيبي، انت شبه فنان. والله صح. مين بقى؟ والله شبه الفنان احمد عز. احمد رزق. ايه احمد رزق؟ لا مش احمد عز. ايوه والله من زمان هو بيقول لي كده. بس حلو ال مش احلى من ال لا انا بحب الناس الرايقه دي اللي بتروق على حالها. وانت بتروق على حالك حبيبي صح. انت شكلك شاب روش وجميل حبيبي صح. يعني ولا عيل فلاشه ولا عيل فورجي، لا عيل حلو والله. يعني ايه عيل فلاشه؟ بلاش انا هارد ديسك يعني فورجي يعني. الله اكبر عليك. انا خلي بالك انا عاجبك قوي في انت عجبتني جدا. الله اكبر عليك. انت عرفت من ايه؟ باين عليك. باين عليك. الله اكبر عليا. الله العظيم انت سكر. بس ايه الدنيا ناشفه مفيش حاجه طريه ليه؟ عشان الجو حر بس. ده هو ده عزه. بس انت شبحها ما ده عزه. يا سلام يا سلام. ما ده عزه. لا ونقول له اغنيه من الاول بقى. ايه بقى؟ يتربى في عزه. عزه حمد عز. لا طارق عزه بقى ما تهزرش معايا. عجبتني. يتربى في عزه. طارق عزه. لا ما تهزرش بقى انت. لا مش هسلم. لا عيب. لا مش هسلم. لا عيب. انا مش هسلم بقى عيب عليك. ومصعب انت عوان. اقسم بالله انت راجل محترم. انت بتدرس هنا في حصري؟ اه. جوه الجامع؟ جوه. جوه الجامع. بس شغل الزعارير، شغل عجوره في الوفه نحنا. ايوه عجوره في الوفه. الواحد شاف العجب. خلاص طيب بقى ممكن نطلع. نطلع فين؟ لا ممكن نشد ما بطلعش. لا ما بطلعش. ممكن نمشي؟ انت عندك حاجه حلوه. انت بتنقل كده يعني من اول على الربع على طول. خلاص يا عم انت بتجد عليا ليه؟ يا عم انا ما بجدش انا حلو. طب معاك سجاير انت؟ مين سجاره معلش؟ معاك ولاعة انت بقى؟ يا باشا انا عايزك ولعنا لو معاها عيش سجارة يبقى معاها ولعنا. انا ولعت بايظة. ايوه يا خلاص خلينا بقى حاطينها في بقنا بقى. بقول لك ايه؟ اخد بس على ظنك السجارة اللي بتشاور دي ولا خدها معاك. لو سمحت ممكن بس تاخدني في طريقك وانا نازلة اخر الشارع؟ يا باشا ده انا لو مش رايح اروح. كبس التكون بس انا مش هتقوط. لا استنى استنى انا مؤاخذة بس السجاير بتضايق حضرتك؟ عادي ندخن؟ ماشي والله كلك ذوق. صباح السكر والعسل. صباح القشطة. لا يا باشا ما تشغلش بالك. ايه انا حضرتك رايح مشوارك هخلصك وما تشغلش. ماشي يا صاحبي. ماشي بالك يا باشا. ايه يا نهار ابيض. لا ده كده كتير. اقسم بالله احمد عز ولا احمد رزق بامانه؟ احمد عز ولا احمد رزق؟ والله نهني. لا احنا شويه رزق بقى يعني مش انا لوحدي. وبعدين الشباك بنجي اطلع بس عشان ما ايه ما منط من الشباك. ملا عارف الملا؟ زي الملف كده؟ زي المدا. عارف المدا؟ لا انا عارف المدا. والله انت اللي سكر اقسم بالله. بقول لك ايه؟ اوصله اكتوبر بقى ولا اطلع اوصلك انت الحوار بتاعي؟ ماشي؟ قشطه؟ خلاص احنا مع بعض. ركز في طريقك والنبي يا باشا. سيب المرايه. يا عم انا مركز في طريقي. يا عم شاغل بالك ليه؟ مالك يا عم؟ يا عم انا ما مشغلش بالي. ما تولع بيها. انا عايز اوصل. اولع بمين؟ بصي براحتك يا روح. بصي براحتك. بصي براحتك. قمر اقسم بالله مش محتاجه تبصي في المرايه اساسا. اقسم بالله. باشا معلش انا اسف. انا اسف دقيقه واحده يعني طلب غالي شويه. الاستاذه بس تيجي جنبي. حضرتك ممكن ترجع ورا؟ معلش انا اسف. انا قليل ادب. انا من اكتوبر. انا من بولاق.
ايوه طب وايه دخل ولا يا عم انا بقول لك يا عم انا قلت عايز مش عايز صوت اللي مش عايز صوت مش عايز صوت ايه يا باشا ايه روحي لا روحي لا روحي روقي اهدي على حالك كده خالص اهدي على حالك انا هتفاهم معايا انا هتفاهم معايا ايه قال يابا بس ايه يا بطل بس بطل ايه انا هفرجك البطل حالا تعالى فرجني البطل صح هو في ايه يا باشا مالك على جنب طب مالك يا باشا يلا يا باشا يلا ننزل لا مش هننزل ننزل ليه انا بقول لك يا باشا ترجع ورا يا عم ارجع ورا انت عبيط يا عم انت عبيط انت هو انا وراني ايه اللي ورا انت قابل ولا ايه بقول لك خطيبتي انت خطيبته خطيبتك كنت اقول لك تعالى وصلني مش عارف لفين ايه يا عم وانت شايل بالك ليه يا صاحبي جنبك ايدك لا لا انا ايدي اتمد في اي حته لا انت ايدك يا عم انا ايدي اتمد في اي حته يا عم عشان خاطر على الحرام من ديني اقتلك هنا والله على الحرام من ديني كمان مره يا عم ما تعمليش كده على حالك يا عم ما تعمليش كده على الحرام من ديني اروح مديك بتدي مين ده هم من الدره طب هتبقى على اسمع مني يا عم اسمع مني انا قلعتهالك قلعتلي لا مش عايز يا عم انا نزل ايدك بس كده انا ماليش في انا قلعت يا ابني هضربك ابني مين بس يا ابني هضربك اقسم بالله طب اتكل على الله تعالى يا حبيبتي سيبك منه يا حبيبتي ما تتكلميش معاه يا روح طب بقول لك ايه اقسم بالله امر طب بقول يا عم بص لي انا يا عم بص لي انا بقول لك يا ابني هضربك يا ابني هضربك على الحرام من ديني يا عم اقول لك على حاجه انت راجل بقى شفت دي والله لا شفت دي عليا الحرام من دينا شقه نصين شقني يا عم يا عم هشقك نصين بقول لك يا ابني هضربك يا ابني انا مش عارف عشان بقول لك ايه انزل لك ايه تعالى بقى طب انزل يلا انزيه ولا انزيه يا باشا انزيه والله نزيه والله انت راجل سكر حبيبي مسا عليك يا عم الناس يا اسطوره صباح الجمال صباح الفل وادي دجله وادي دقني لو روح حبيبي يلا الله 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 احلى مسا اكتوبر دي كلها بتاعتي لا ما شاء الله اكتوبر بتاعتك كل اكتوبر دي بتاعتي بس الليمبي انت صيط مش هقول لك بسم الله ما شاء الله يعني انا لو عاوزت حاجه هنا انت تقدر يا باشا اؤمر على طول واحنا ننفس صغيره انا بصراحه انا نسيت عد السجاير اكتوبر بتاعتك يا عم ماشي يا عم حته ايه الجو حر النهارده ايه لا صعب صعب بعدين الدنيا ناشفه قوي مش حاجه طريه كده بتطرق بقى يا موسى ربنا يبعد ربنا ييسر الحال معلش ممكن بس توصلني في طريقك انا نازله هنا قريب يا باشا ده انا مش هوصلك في طريقي ده انا اغير طريقي كله عشانك اقسم بالله بس انت نزلت المال قوي انا واقفه بقالي كتير ومفيش تاكسي راضي يوقف ربنا يبارك لك يا روحي لا ده انا تحت امر اقسم بالله دي من هنا اساسا لا انا كنت رايحه بس فين بقى فين ساكنه فين خلاص يا اسطى الطريق يا عم في ايه انا بكلم الاستاذ انا كلمت حضرتك لا اله الا الله طب انت ليه بتتبهدل انا بس هسيبها اسمك وسيلك يا عم يا اشتكت انت شغلت بالك ايه يا باشا خطيبتك منين انت تعرفيها يا استاذه والله العظيم ايوه تعرفك منين خطيبتك ايه اقول لك خطيبتي يا عم خطيبتك ايه تعالى تغازل وتعالى غازل انت رايح فين يعني غازلت ولا اتكلمت يا عم انت ايه انت بترمي بلا لوح تلج قاعد جنبك لوح تلج انت بترمي بلا ايه انت تعرفها ايوه يا عم اعرفها يا عم خطيبتي يا عم خليك في حالك الله يصلح حالك بقى حالك ايه يا عم طب خليك في حالك عشان تخصني تخصك مين يا بيه والله تخصني تعالى كده تعالى كده امور طب خلاص انت تحرج نفسك بقى يعني طب يعني انا قاعد كده كيس جوافه ولا ايه كيس جوافه بقى ولا كيس عنب بقى مش تحترم نفسك طيب يا عم الحلق يا عم في ايه يا جدع ايه يا عم احترم نفسك في ايه بس روع على الحلق روع بس ايدك بس نزل جنبك ايدك جنبك بس طيب معلش يا روحي روحك انت عارفه الاشكال دي دايما تحترم نفسك يا اسطى
وليه الغلط طيب؟ انا مش هتكلم مع اللي زي امال ايه طيب؟ تلمسي بس انت يا استاذة. لا 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 ما تقولهاش بس. ايه يا عم في ما ايه؟ ما تقولهاش بس. اقول لها بس وبس. اوعى تقول لها بس. بس ايدك بس من ايدك جنبك بس. يا عم اهدى بقى. يا عم اهدى بس انت شوية. انا قلت لك انا من اكتوبر واكتوبر كلها بتاعتي. يا عم اكتوبر مين؟ ما دام تطحن هنا. والله ولا انت ولا اكتوبر بتاعتك. لا اله الا الله. ما تخليش اعملها معاك يا ابن عمي. يا عم دق شاكوش. دق شاكوش؟ والله دق شاكوش. انت مالك انت نازل فيلم؟ لا ما تقولهاش انت مالك. بقولك دي خطيبتي. شاكوش انت عارف. شاكوش؟ اه. ده بدأ احترم نفسك. والله هدق شاكوش. ما تبصلوش والله ممكن يأذيك. احترم نفسك بقى ولا خليك تتضرب هنا؟ هيأذيك الاشكال دي مش بتاعتنا. طب احترم نفسك طيب. ما تمدش ايدك بقى علشان بلاش نبص له. خلينا نبص كده. خلينا نبص كده. عايز تروح فين يا استاذ؟ قول لي. عايز تروح فين؟ يا عم انا همشي لحد ما اقف واقول لك انا عايز اقف هنا، في ايه يا عم؟ بس خلاص بص قدامك. قلت لك رايح اوعى ايدك. ما تلمسنيش. احترم نفسك. اوعى ايدك يا جدع. احترم نفسك طيب. لا انت كده بتزغط بقى غريب قوي. عصب كده ليه؟ معلش يا حبيبتي معلش. بقول لك احترم نفسك. بلا حبيبتك بلا مش حبيبتك. تعالي كده بجد لان ده ممكن متوحش. ما تخليناش بقى ان انا متوحش. بقول لك ايه ما تخليناش نعملها معاك بقى. تعمل ايه يا متوحش؟ شكلك متوحش كده. والله العظيم انت هتقعد على اسنانك كمان. ولا 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 ايوه ولا ايوه ولا انت طرطشت خالص. لا لا طرطشت ايه وعملت ايه ده انا عميق اصلا. بدات بقولك دي منطقتي. انت فورت من الكوبايه. فورت من الكوبايه. بقولك ايه شغل انت حافظ كلمتين هترصهم لي ولا ايه؟ ده انت اللي حافظ كلمتين. لا انت اللي حافظ بقى الكلمتين. اوه بقى انت هتخلينا نعملها معاك. شغل بروستي. شغل بروستي اعملها. اعملها بروستي. ضعف ده ضعيف. انت عايز ايه طيب؟ يا عم انا هريحك خالص. انا لا اله الا الله. ممكن تنزل؟ تعالي جنبي يا حبيبتي. انزل يا مالك انت عبيط. انزل ايه؟ اقعد هنا على فكره. بس انزل اقعد ورا. انزل اقعد ورا. طب بعد اذنك خليك انسان ذوق ومحترم. يا عم انا ذوق قليل الادب. ما تبصيلوش عشان هتتعدي. الاشكال دي بتاعتي. احترم نفسك انا بكلمك. الاشكال دي بتاعتي يا باشا. بص لي انا يا باشا. ابص لك ايه؟ انت بص لك ليه؟ بقول لك بص لي انا. يبقى ورا مني القمر ده وابص للنجوم. والله بقول ايه يا عم في ايه؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ شوفك انت ايه. لا لا الا الله. انت ايه كينونتك؟ انت اخرك شاكوش. دق شاكوش جدع. نزل ايدك جنبك بس كده. نزل يا جدع مش عايز اعملها. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا ابني مش هتعرف تعمل حاجه معايا. يا ابني مش هتعرف تعمل حاجه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. بقول لك ايه ده صوتك بيه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. بقول لك انت دق على الفاضي. دق شواكيش. متحرش انت. انا مش متحرش برضك. انا المتحرش. انا المتحرش. انت شغل انت. انا المتحرش. انا هعرفك برضك. اوعى تغلط فيها. انزل لي. الحلقه دي احنا صورناها. انزاها ولا منزهاش؟ زي يا باشا. وعليكم السلام. اخبارك يا استاذ؟ انا تمام والله. جو حر قوي النهارده. بقى له يومين الجو حر. حر يعني. كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. والله العظيم حاجه يعني. بس الحمد لله بنستحمل. اكل العيش يحب الخفيه. ربنا يعينك. واكل البسطرمه يحب البيض. مين؟ اكل البيض يحب البسطرمه. انت شغال من الصبح ولا ايه؟ والله شغال. مطبق والورديه المفروض انها 8 ساعات والعربيه غاز خالص والواحد يعني. يا باشا انا ارد على التليفون. وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه؟ لا ما ليه يا عم. انت يا عم انا بقى بضحك معاك. انت كلامك جميل وكله بس مش راكب. كلامك مش راكب. كلامك جارح. بقول لك يا باشا خد معانا بس الموزه دي. لا طب ماشي. لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان. بس يا نهار ابيض ده انا لو مش رايح الميدان اروح. قشطة. ايه؟ واخد معانا البنت نسيبها لوحدها في الشارع؟ انا طالع مخصوص. يا عم انت راجل ماشي. يا عم انت راجل يا روحي. يا نهار ابيض. مش معنى تاكسي راديو اصلا. لا خالص اقسم بالله انت منوراني. يا نهار ابيض. مش غريبة عليا انا بشوفك على طول. لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اصلا بيعجبني جدا يعني. انا حاسه ان انا شفتك قبل كده بس. لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اساسا لا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني. السنة دي هواية عندي. اصلا احنا هنمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا؟ في حد معطلك؟
يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحده راكبه وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجه. حضرتك منورنا النهارده. شعرك حلو جدا بجد بامانه. اوه ماي جاد. طب التسريحه دي حلوه؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى؟ عايز اروح يا اسطى، انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر روق على حالك. سلام. بصي بصي اقول لك على حاجه، ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟ او ماي جاد. انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. هو مفيش حد قاعد معاكم في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده. خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه؟ بقول لك يا صلاح بس استنى بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرأة؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني، حاجه تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجه تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالي يا بنتي يا بنتي يا بنتي انت مالكيش اهل. لا 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 مالكش دعوه بيها. لا لا مالكش دعوه بيها يا عم. استنى يا عم مالكش دعوه بيها، شغلش بالك بيها خالص ولا ليها اهل ولا مالكش اهل. يا عم وقف احنا لو سمحت. عيب انت راجل في مصر يا باشا. انت راجل كبير واقرع وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله. لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله. انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ انت من الجيفن هايز. يا عم وقف يا عم. خدي رقم يا بنت. استنى يا حاج يا باشا. استنى يا باشا. استنى ايه يا عم؟ في ايه يا بنت؟ تتجنن يا بنت. لا اله الا الله. بس بس لو سمحت بقول لك ايه لو سمحت. بقول لك ايه لو سمحت، ممكن تقعد ورا؟ يا عم ورا؟ هات مكانك كمان. مكاني؟ معلش. صدق انت ايه الادب؟ انا ايه ادب؟ اه والله الادب. صدق انت 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 فعلا جيفنهايز النزعه. انت 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 جيفنهايز النزعه. اه بقول لك استنى استنى. استنى انت شكلك انت جيفنهايز دماغك لسعه. انت جيفنهايز من اول ما ركبت معاك دماغك لسعه. انت جيفنهايز النزعه وانا مش عايز. يا عم سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك اقف بقى. اقف بس كده كلمني انت كويس. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. ما تبصلهاش. بس ما تبصلهاش. يا دي النص. احنا ركبنا مع ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ اه ابني. اوعى اوعى انت مجنون يا جدع. انت حركه. انت جيفنهايز النزعه. انت لسعه. انت ايشيست. انت عايشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عايشست قوي. بس يا بنت انت عايشست. بنت اوعى تقول لها بنت. اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله مالك في الرجوله. انت راتنج. انت مالكش في الرجوله. عيب عليك يا راجل. عيب عليك يا راجل. بس انت اللي لسعه. انت راتنج النزعه. انت اللي لسعه. انت راتنج النزعه. لسع مشينا يلا. يا جماعه راتنج النزعه. يا عم معايا واحد في العربيه راتنج النزعه والله. شوف بقى انت. اوعى ايدك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ ازاي الحلقه دي ولا من زمان؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك؟ لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله في البرنامج بجد؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ان شاء الله.